Well, as you see, the score was very low, and both teams played very good defense, and at the end they just pulled through. You know, we made a couple of mistakes, and they capitalized on it, and that's why they won by 8 or 7, I think, something like that. But yeah, we know what to do. We'll go back home, keep working on what failed tonight, and then come back for the next game, inshallah. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم مبروك حق نادي كاظمة هارد لك فريق الريان تعبونا شوي تعبنا مباراة يمكن من كذي سكورها نازل مركزين على نقاط إن ما يعدون 70 نقطة يمكن حققنا تارجت يمكن ما كنا زينين احنا شوي بالأوفنس اليوم تعابه ان شاء الله خذينا جيم والمهم هذا ان خذينا اول جيم برنا معنويا ندش المباراة الجاية نفسيا احسن ان شاء الله باقي خطوة وتكون الخطوة ان شاء الله بالدوحة ان شاء الله